مع سعد وفي الوسط منطقة الجزاء وترجع مرة ثانية تقدم حسين ياخذها ويسلمها ناحية خاسي ماوت وفي الوسط مرة ثانية ليوسف ويوسف مشيها على طول والكعب ويوسف يشوط وهدف هدف قوي شوط يوسف جرب مرة واثنين وثلاثة وهذا الهدف الثاني كورة بتتنقل أنا قلت اليوم كور سريعة وجميلة ولقطات جميلة بيلعبها ويسجلها يوسف كور بتتناول بمتابعة مع بعض اللاعبين بيلعبوها وهذا يوسف اللي شاد ثلاثة شوطات اليوم واحدة فيهم رجله تعورت ولكنه أكملها مرة ثانية بتبادل الكرة مع بعض وشوف الكعب كيف بتتلعب طبعا أصبح مكشوف الآن ورجله قوية وسقط اللاعب حارس المرمى ويسجل الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين للهلال هدفين للهلال وباقي دقيقة على نهاية الشوط الأول ومتقدم على زميله الكوكب المراكشي كرة سريعة كانت اتلعبت كرة جميلة وشفنا اللقطة اللي كان هي مخرج هذه المباراة وشفنا كيف انه اتلعبت كرة وانتو خدوا هات واتلعبت سريعة بيلعبوا لوحة جميلة وسجلوا لوحة رائعة في أداء الكرة فريق الهلال اليوم.